رسالتنا بهذه السنة لعيد العمال هي رسالة تضامن ومحبة، خاصة بظل إقرار قانون الضمان الاجتماعي الجديد اللي أكر من قبل السلطة الفلسطينية بدون عودة إلى المجلس التشريعي. هذا القرار الظالم والمجحف بحق العمال والموظفين اللي لا يلبي حدهم الأدنى من حقوقهم المسلوبة والمشروعة منذ 20 عام. للأسف الشديد واقع عمال فلسطين هو واقع صعب ومزري. تخيل أنه يوم العمال العالمي هو يوم مدفوع الأجر ويوم إجازة، العمال يعملون والموظفون يعطلون، يعني هذا يعتبر من 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 اكثر اشياء مزريه. يعني يوم العامل هو يوم عيد العامل او يكون في يوم اجازه مدفوع الاجر حسب القانون الفلسطيني، لكن لا يطبق هذا القانون لحد الان. يتحدوا مشان ياخذوا حريتهم ويضلهم متمسكين بالانسانيه والتعاون وما يستسلموش، يضلهم يقاوموا مشان ياخذوا حريتهم. للاسف معظم قاده العمال، ما بدي اظلم حدا، معظم قاده العمال اللي تم فرزهم بالاتفاق فصائلي باتفاق محاصصه هم لا يمثلون سوى تنظيماتهم. العمال الحقيقيين يجب أن يفرزوا ممثليهم الحقيقيين من داخل المصانع، من داخل الورش، مش من داخل المكاتب. لهيك احنا بندعو العمال بتشكيل لجان محلية حسب الموقع، هي اللي تفرز ممثلينها، هي اللي تفرز اللي مين بحكي باسمها. احنا ما بندعي أن نمثل العمال لوحدنا، احنا بدنا العمال يكونوا لهم ممثلين حقيقيين، ما يتاجروا بقضايا العمال، ما يكونوا لصالح رأس المال ضد حقوق العمال.